عجنتي دقيق زبادي لبن بودر زيت خميرة فورية رشة ملح رشة سكر رشة زعتر لو عايزة ومية. سهلة جدا سهلة جدا، بس تقريبا والعلم عند الله فيها زيت. يبقى دي اللي هي العجينة بتاعتي. احط الصلصة على النار، عندي خلاط مومنتا. ده البصل بتاعي. بنعمل الصلصة اللي هي بنقول عليها طماطم كاسيه او كونكاسيه، اللي هي طماطم بتاعت اصل البيتزا كده. بحط الاول الزيت عشان ما حصلش عندي اكسده، بحط البصل اهو، وبعدين انزل عليه بزيت زيتون عشان ما يكسدش مني. هخلي حبة البصل دول هستخدمهم في تاني في حاجات ياما، وحبة توم معاهم اهم عشان هستخدمهم في حاجات تانية. وادي بقية التوم. يبقى سمن العرب عربين، حطينا دول على جنب اهو، ونشيل مهنتة من هنا. لا مش كبة، ده مضرب خلاص زي ما انت عايزها. هنشغل بعجة ماشي. هنخش برضو على العجانة. قولي بقى ايه؟ لا مش قاية ماشي يا ست ربنا يكرمك كده. ده الصوص بتاعي، وانزل كده بالدقيق، وادي الطماطم الفريش. اشكرك يا عم محمد على تليفونك. ادي حبة الطماطم، حبة الزعتر مهم، سن التوابل بحبشها زي ما انا عايز، اديها ملح وفلفل. انا مديها مكعب مرق، فدايما ايديها تكون حساسة شوية في الملح، ما تبقاش كتير. ده الهوت دوج السوسج سجق شرقي اللي انتوا عايزينه اهو. تبلت الفراخ بتاعتي، هشوي منها حبة، وهعمل حبة منها كده. ودول هنشويهم برضو، نعمل بيتزا بالفراخ المشويه، لان هنعمل النهارده حاجات جميله وجديده قوي ان شاء الله هتعجب حضراتكم. ادي الشوايه اهي، الله يا بلادنا الله. دي الصينية بتاعتي، دي أول واحدة، وندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعديها
ادي السيفود، المؤكلات البحرية. مش ناقصة حاجة، واخدة كل حاجة. ممكن اديها حبة زيتون، وادي الجبنة بتاعتي. بقى انا بحب اتحرك كده ايه، واعمل حاجات الحلبانتيشي دي. الله يا بلادنا الله.